كنا أول من دخل ميتافيرس بعد مارك زوكربيرغ تحديداً في 5 نوفمبر 2021. حجزنا مكاناً لنا في ظل التزاحم العقاري والتهافت على الاستثمارات. خلال 2 شهر تغير الكثير. في الحقيقة، أقصد في العالم الافتراضي، التغيير يقاس بالثانية وبسهولة كبسة زر. تعالوا معي. تبدو مختلفة عن الزيارة الأولى، تطورت بسرعة لا تقاس ولا توصف. لا حاجة للإسمنت والحديد، مجموعة خوارزميات تخرج مدينة، دولة، عالم. وكل يوم تكتسب زخماً جديداً. طبعاً إعلان مايكروسوفت عن صفقتها الأكبر في تاريخها لشراء شركة أكتيفيجن بليزرد. من منا لم يلعب كول أوف ديوتي، كاندي كراش أو ووركرافت؟ هذه هي، ونحن من بين أكثر من 120 مليون شخص في الدول العربية يلعبون إحداها. لكن ما دخلها بميتافيرس؟ الألعاب حلبة المنافسة الآن، الفئة الأكثر إثارة في مجال الترفيه، ومن خلالها تتسع منصات ميتافيرس. إذن مايكروسوفت حجزت مكانها، لكن ليست وحدها. فيسبوك، أقصد ميتا الأولى طبعاً، جوجل، أبل، سوني، نتفليكس وغيرها، شركات تحولت إلى مختبرات أجهزة وبرامج للواقع الافتراضي وتنفق بالمليارات. لكن تخيلوا أيضاً أن عكس العملية أمر ممكن، خاصة في عالم الأزياء. بالمناسبة، المتاجر هنا تشهد إقبالاً واسعاً وكبيراً، خاصة الحقائب والأحذية. وشركات الموضة ربما سعت للكسب على الجهتين وفي العالمين. تستغل ميتافيرس ليكون مكاناً مفتوحاً بتكلفة التصميم فقط، خطوة ذكية. تعرض منتجاتها وتختبر مدى ما تلاقيه من استحسان، ومن ثم تصنعها، وأيضاً تكسب بضائعها وهجاً مختلفاً، نفحة من المستقبل. ومن منا لا يريد نسخة واقعية من حقيبة في ميتافيرس؟